السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنناقش الفارماكولوجي اوف هايبوثالاميك اند بيتوتري هرمون. تلقي عليكم الدكتورة رشا محمد صبري، مدرس في قسم الفارماكولوجي كلية طب جامعة الزقازيق. ليرنينج اوتكمز، النهاردة هنتعرف على الجروث هرمون اند ات اجونست اند انتاجونست. هنتعرف على الجونادوتروبينز اند هيومن كوريونيك جونادوتروبينز اجونست اند انتاجونست. هنتعرف على البرولاكتين وتريتمنت اوف هايبر برولاكتينيميا، الاوكسيتوسين اند اتس انتاجونست، فازوبريسين اند اتس انتاجونست. اول واهم هرمون عندنا ليه تطبيقات عمليه في الفارماكولوجي هو الجروس هرمون. صنعنا دواء من الجروس هرمون سميناه السوماتوتروبين. سوماتو يعني جسم، وتروبين يعني محفز. السوماتوتروبين ليه صنعناه بشكل كامل؟ ليه ما استخدمناش الجروس هرمون الموجود في الجسم؟ لان لقينا ان الاندوجينوس جروس هرمون بيتميز انه بروتين. طبعا احنا عارفين ان الهرمونات الهايبوثالاموس والبيتوتري بروتين او جلايكوبروتين. لقينا ان البروتين بيتكسر خلال 20 دقيقة، لذلك استخلصنا الجين الخاص بتصنيع الجروس هرمون من الخلايا وصنعناه في المعامل بطريقة سميناها الريكامبننت تكنولوجي. وفي الحالة دي قدرنا نصنع السوماتوتروبين اللي تميز انه التي هاف بتاعته طويلة بتوصل ليوم كامل، فبالتالي العيان بياخده يوميا كل يوم في الاسبوع او 6 مرات في الاسبوع، وبياخده عن طريق السبكوتينيوس روت. ازاي بيشتغل السوماتوتروبين؟ السوماتوتروبين ميكانيزم اوف اكشن بتاعه هو نفس ميكانيزم اوف اكشن اوف جروس هرمون، ان بيروح على سيرفيس ريسبتور اسمها جاك ستات سايتوكاين ريسبتور سوبر فاميلي. مجموعه كبيره من الريسبتور اسمها سايتوكاين ريسبتورز، منها جاك ستات ريسبتور. لما الجروس هرمون او السوماتوتروبين بيتحد مع الريسبتور دي بيعمل لنا، بيؤدي في النهاية إلى تكوين مادة بنسميها الانسولين لايك جروس فاكتور 1. الانسولين لايك جروس فاكتور 1 مسؤول عن تأدية وظيفة الجروس هرمون في الجسم. طيب دلوقتي انت بحتاج لاستخدام هرمون النمو او الجروس هرمون، خاصة اللي انا مصنعه بره بطريقة الريكامبلانت تكنولوجي اللي هو السوماتوتروبين. عامة الاستخدامات الجروس هرمون بتكون نتيجة نقص الجروس هرمون في الجسم، زي في حالة الجروس هرمون ديفيشنسي، طفل عنده قزامة نتيجة ان عنده نقص في كمية الجروس هرمون في الجسم، او ان طفل حصل فيه كرونيك رينال انسفيشنسي. الكرونيك رينال انسفيشنسي بيؤدي بعد كده الى نقص الجروس هرمون بنفس ويؤدي الى نفس النتيجة، ان الطفل يبقى عنده نقص في النمو. او في بعض حالات لقينا ان في حالات بيبقى فيها شورت ستيتشر، يعني قصر قامة ومش عارفين لها سبب، ومع ذلك بنديها جروس هرمون. ممكن يكون الجروس هرمون في حدود الطبيعي، لكن لقينا ان الحالات دي الايديوباثيك اللي مع مجهولة السبب لما خدت الجروس هرمون استجابت للعلاج وتحسن حالة الشورت ستيتشر. تاني حاجة من الاستخدامات في حالة بنسميها شورت باول سندروم. يعني ايه شورت باول سندروم؟ اي حالة بيتعرض لها العيان بتأدي الى نقص في طول الانتستين، زي ما احنا شايفين في الصورة ان بعض الحالات العيان ممكن يكون حصل كانسر في الانتستين، عنده كرونيك انفلاميشن في الانتستين فاضطرينا ان احنا نشيل جزء منها، حصل عنده مشكلة سيرجيكال فاضطر يشيل جزء من الانتستين. بعض الاطفال بيكون مولودين وعندهم شورت باول، كل ده بيؤدي لان العيان الانتستين بتاعته ما بتقومش بدورها الطبيعي، بيفقد جزء كبير من النيوتريانس في الستول، بعد كده بيعاني من الشورت ستيتشر، بيحتاج ان هو ياخد الجروس هرمون. في حالات تالت حاجة، في حالات الايدز وجدوا ان الانفكشن بالفيروس بيؤدي، الفيروس نفسه وجوده في الجسم بيمنع او بيقلل كمية الجروس هرمون وبيقلل كمية الانسولين لايك جروس فاكتورز، وفي الحالة دي هيحتاج ان يتعوض
الاكسترنال جروس هرمون اللي هو السوماتوتروبين. طيب ايه المشاكل اللي ممكن يواجهها طفل او مريض اخذ كميات زياده من الجروس هرمون؟ اول حاجه بنقول ان children generally tolerate growth hormone treatment، بيبقى ما فيهوش مشكله عامه في الاطفال، بالعكس هو بيعالج المشكله من غير ما يؤدي لاعراض جانبيه. لكن في بعض الحالات النادره لقينا ان الجروس هرمون بيؤدي الى ان العيان يدخل في حاله هايبر جلايسيميا، لان زي ما احنا عارفين ان الجروس هرمون كاونتر ريجولاتوري هرمون للانسولين، معاكس لدور الانسولين بالنسبه للجلوكوز، فبالتالي بيدخل العيان في هايبر جلايسيميا، بيدخل العيان في حالات من الاديما والتراكم الميه في الجسم، لانه بيمتص بيزود امتصاص الصوديوم، والصوديوم بيعمل ووتر ريتينشن في الجسم. كمان بيعاني من اعراض الميالجيا، يعني الم في العضلات، اند ارثرالجيا الم في المفاصل. لاحظنا ان زياده الجروس هرمون بيزود الاكتيفيتي سيتوكروم بي 450 انزيم، ودول كنا خدناهم في الجنرال ان هما عباره عن انزيمات مسؤوله عن الميتابوليزم بتاع الادويه، سواء كانت ادويه او مواد اندوجينوس في الجسم. لما هيزيد نشاطها يبقى بالتالي هتكسر الادويه الثانيه، هتكسر الاندوجينوس سبستانسز زي الفيتامينز في الجسم معدل اكبر، زيهم زي الانزيم انديوسرز. الجروس هرمون بيقوم كانزيم انديوسر، so it may reduce serum level of some drugs. يبقى دي مشكلة كونترا انديكيشن ان العيان، خلي بالنا العيان بياخد جروس هرمون، كفاءة الادوية اللي هياخدها هتكون اقل. كمان كونترا انديكيتد في الماليجنسي، طبيعي ومنطقي ان هرمون وظيفته انه يزود نمو الخلايا او يزود نمو الجسم، لو اتاخد في حالات الكانسر اللي هو مشكلتها الاساسية زيادة كبيرة وغير طبيعية في معدلات النمو، هيسبب مشكلة، هيزود المشكلة بتاعت المالجنسي، فبالتالي يعتبر كونترا انديكيت. بعض الحالات اللي بيكون فيها جروس فيلير في الاطفال ما بيكونش عندنا المشكلة في الجروس هرمون، بالعكس الجروس هرمون بيكون موجود بشكل طبيعي وكمان اكتر من الطبيعي، لكن المشكلة في الانسولين لايك جروس فاكتور 1. ليه؟ لان الجروس هرمون المفروض ان هو بيروح على التشو ويحفز التشو ان هو يطلع الانسولين لايك جروس فاكتور 1، وبالتالي الانسولين لايك جروس فاكتور 1 هو اللي بيقوم بالوظيفة بعد كده. لكن وجد ان في بعض الحالات الجروس هرمون بتكون فيه مشكلة في الريسبتورز بتاعته، ما بتخليش الريسبتور يتكون او يستجيب لوجود الجروس هرمون، فبالتالي نقص الانسولين جروس فاكتور 1 ده بنعوضه بدواء بنسميه ميكاسيرمين. الميكاسيرمين ده مادة مشابهة للانسولين لايك جروس فاكتور 1، وعملناه بنفس الطريقة زي السوماتوتروبين، عملناه بطريقة الريكامبنانت تكنولوجي فسميناه ريكامبنانت هيومن انسولين لايك جروس فاكتور 1. في السلايدز اللي فاتت اتكلمنا عن استخدامات الجروس هرمون كريبليسمنت ثيرابي زي في الاطفال اللي عندهم شورت ستيتشر، او في استخداماته في عيانين الايدز والشورت باول سندروم اللي حصل لهم سيفير كاشيكسيا او ضعف عام، وجدوا ان سببه بيكون ان المرض بيؤدي الى زي الايدز مثلا بيؤدي الى نقص الجروس هرمون. لكن في حالة دلوقتي احنا اللي هنتكلم عنه عن جروس هرمون انتاجونست، يعني ايه؟ يعني بعض المرضى بيكون عندهم زيادة كبيرة جدا في كمية الجروس هرمون، سواء كان هو طفل او في الادلت. الزيادة دي في بعض الاحيان بتكون نتيجة جروس هرمون سيكريتينج ادينوماز، ورم في الانتيرو بيتويتري بيطلع لنا كمية كبيرة من الجروس هرمون. علاجها الاساسي هو السيرجري، الجراحة تتشال. طيب شلنا الجزء اللي بيطلع جروس هرمون ولسه في كميات بتطلع كبيرة من الانتيرو بيتويتري اكتر من اللازم، في الحالة دي هنبدأ نعالج العيان بالميديكال تريتمنت عن طريق جروس هرمون انتاجونست. زي ما اخدنا ان الدواء اللي صنعناه من الجروس هرمون عشان يقوم بوظيفة الجروس هرمون كان اسمه السوماتوتروبين، دلوقتي هناخد ان الدواء اللي بيعاكس او بيضاد
تأثير الجروس هرمون ويمنع وظيفة الجروس هرمون في الجسم اسمه السوماتوستاتين. عندنا في الجسم الهايبوثالاموس بتفرز هرمون السوماتوستاتين. يعني ايه سوماتوستاتين؟ ستاتين يعني بيوقف النمو وبيوقف افراز الهرمونات من الجسم، مش الجروس هرمون بس، لا بيوقف هرمونات كتير في الجسم. سوماتوستاتين بيوقف حركية الجهاز الهضمي، بيوقف افراز الانزيمز والسكريشنز في الجهاز الهضمي، ليه ادوار كتير جدا في الجسم. بيخرج بشكل طبيعي من الهايبوثالاموس. علشان نستفيد منه ما قدرناش ناخد الهرمون نستخدمه بشكله الطبيعي، زي ما نفس الوضع اللي حصل معنا مع الجروس هرمون. لذلك اضطرينا ان احنا نصنع شبيه للسوماتوستاتين سميناه الاكتوريوتايب. الاكتوريوتايب ده عبارة عن سوماتوستاتين انالوج مشابه للسوماتوستاتين، هرمون اللي موجود طبيعي في الجسم واللي بيفرز بشكل طبيعي من الهايبوثالاموس. ميزته ان هو ليه longer duration، ما بيتكسرش بسرعة زي السوماتوستاتين، ان هو مور بوتنت، وظيفته بيؤدي وظيفة الانهيبيشن على الجروس هرمون وعلى بشكل اكبر. وكمان ميزة تانية انه ليه less reducing effect على الانسولين secretion. يعني هو زي ما قلنا ان هو بيعمل انهيبيشن لهرمونات كتير، لكن الانسولين تأثيره على الانسولين قليل جدا، فبالتالي مش هيعمل لنا هايبر جلايسيميا، مش هيعمل مشكلة زيادة السكر في الدم. اول استخدام للاكتوريوتايد في حالة الاكروميجالي، زي ما احنا عارفين ان الاكروميجالي عبارة عن زيادة في الجروس هرمون بس في الادلت، في الانسان بعد فترة البلوغ، بيعمل تضخم في الانسجة زي ما احنا شايفين في الصورة، شكل الايد وشكل الوش ده تضخم في الانسجة تحت تأثير زيادة الجروس هرمون، بنعالجه بالسوماتوستاتين. تاني حالة في البورتال هايبرتنشن، لقوا ان الاكتوريوتايد بيمنع تكوين الاوعية الدموية اللي بتنزف بعد كده في حالة زيادة الضغط الوريدي البابي اللي هو البورتال هايبرتنشن في امراض تليف الكبد. تالت حالة بيستخدم الاكتوريوتايد في حالة علاج البليدنج اوسوفاجيال فاريسز، اللي هي لو في تليف في الكبد وصل خلاص لمرحلة ان هو بينزف عن طريق الاسوفاجس والعيان بيرجع دم، بنعالجها عن طريق الاكتوريوتايد. الاكتوريوتايد بتميز انه بيوقف حركية الجهاز الهضمي زي ما قلنا، ويوقف افرازاته، فبالتالي المكان اللي بينزف في الجهاز الهضمي هيقل منه النزف. دلوقتي احنا منعنا دور الجروس هرمون في الجسم عن الطريقة الاولى ان احنا نمنع افرازه من انتير بتويتري عن طريق الاكتوريوتايد. الطريقة التانية ان احنا نروح على الريسبتور بتاعته ونقفلها عن طريق الكومبتيتيف بلوكر، دواء سميناه البيكزيسومانت، بيعمل كومبتيتيف بلوك ادز ريسبتور، بيتنافس مع الجروس هرمون على الريسبتور. الدواء ده بيستخدم في علاج حالات الاكروميجالي. زي ما احنا شايفين في الصورة الجروس هرمون بيتنافس مع البيجفي سومانت على الريسبتور بتاعته، والبيجفي سومانت لو اتحد هو مع الريسبتور هيمنع اتحاد الجروس هرمون، وبالتالي مش هيتكون عندنا الانسولين لايك جروس فاكتور. هنتكلم عن الجونادوتروبينز والهيومن كوريونيك جونادوتروبينز. الجونادوتروبينز اللي مقصود بيها الـ FSH والـ LH اللي بيخرجوا عندنا من الانتيرو بتوتري، في حين ان الهيومن كوريونيك جونادوتروبينز مقصود بيها الهرمون اللي بيخرج من البلاسنتا اللي بيتكون في حالة البريجنانسي. ايه وظيفتهم الفسيولوجيكال في الجسم؟ ان الـ FSH في الفيميل مسؤول عن تكوين الفوليكل، يعني مسؤول عن عملية تكوين البويضات، في حين ان الـ FSH مع الـ LH الاتنين مسؤولين عن عملية تكوين الاستروجين والبروجسترون، العملية اللي بنسميها ovarian steroidogenesis، الهرمونات الاستروجين والبروجسترون. في الميل الـ FSH وظيفته ان هو يكون السبرم، عملية السبرماتوجينيسيس، جينيسيس يعني تصنيع. لكن الـ LH مسؤول عن تحفيز التستس انها تصنع الاندروجين
الهرمونات الميل هرمونز اللي هي زي التستوستيرون من تصنيعها في التست. طيب عندنا الجونادوتروبينز. طب ليه بنقول التستيكولار اندروجينز؟ لان احنا عندنا اندروجينز بتخرج من الادرينال جلاند كمان، لكن ال LH مسؤول عن تحفيز تصنيع الاندروجينز من التست. استخدمنا الجونادوتروبين انالوجز بناء على الوظائف بتاعتها، ان احنا نعمل وظيفتين. اول حاجة استخدمناها في علاج الانفرتيليتي في الميل، عشان الانفرتيليتي ما تكون سببها ضعف السبرماتوجينيسيس، بيحفز تكوين السبرم. واستخدمناه في علاج الانفرتيليتي في الفيميل في حالة لو كان سببها الان اوفيليشن، يعني ما فيش تبويض، فبنعمل اندكشن اوف اوفيليشن، بيحفز الاوفري عن طريق الجونادوتروبين انها تكون لنا الاوفم او البويضة. اول واحد في الجونادوتروبين انالوجز تم التوصل ليه هو المينوتروبين. مينوتروبين ده عبارة عن هيومن مينوبوزال جونادوتروبين، يعني عبارة عن FSH و LH من اسمه متاخد من الفيميل اللي حصل لها مينوبوز، يعني الفيميل بعد ما انقطع عنها المنستريشن وبقت اولد فيميل، بيحصل فيها نقص كبير زي ما احنا شايفين في الصورة، نقص كبير في الاستروجين والبروجسترون. النقص في الاستروجين والبروجسترون ده هما الاثنين هرمونز دول كانوا وظيفتهم ان هما يعملوا نيجاتيف فيدباك انهيبيشن على الهايبوثالاموس والبيتويتري. دلوقتي لما حصل فيهم دروب شديد حالة المينوبوز، فبالتالي النيجاتيف فيدباك انهيبيشن اتلغى، فبقى في كميات كبيرة جدا من ال FSH وال LH بيخرجوا من البيتويتري وينزلوا بالشكل بتاعهم الاكتف فورم في اليورين. دلوقتي هنتكلم على ال FSH and its analogs. FSH فقط، المركب الاولاني او الدواء الاولاني اسمه اليوروفوليتروبين، ده عبارة عن مستخلص من اليورين بتاع البوست مينوبوزال وومن. التاني اللي هو الفوليتروبين الفا اند بيتا، ودول كوناهم عن طريق الريكامبرنت تكنولوجي بنفس الطريقة بتاعت السوماتوتروبين، بناخد الجين وبنصنع منه الجين الحامل للتكوين بتاع ال FSH، ونصنع منه مركب سميناه فوليتروبين. دلوقتي احنا خلصنا كلام عن المينوتروبين اللي كان عبارة عن FSH و LH. تاني حاجة عن البريباريشنز بتاعت ال FSH فقط اللي هي يوروفيلتروبين او الفوليتروبين. تالت حاجة نتكلم عن ال LH analogs. اول حاجة في ال LH analogs ان احنا هرمون الهيومن كوريونيك جونادوتروبين. ايه علاقة الهيومن كوريونيك جونادوتروبين بال LH؟ وجدوا ان في التركيب بتاع هيومن كوريونيك جونادوتروبين مشابه بشكل كبير جدا جدا لل LH، لدرجة ان الهيومن كوريونيك جونادوتروبين بيشتغل عن طريق الريسبتور بتاع ال LH، وبالتالي الهرمون ده اللي بينتج اثناء البريجننسي وبتنتجه البلاسنتا، قدرنا ان احنا نعمل له بيوريفيكيشن من اليورين بتاع البريجننت فيميل ونستخدمه كبديل لل LH. وكمان قدرنا نصنعه عن طريق الريكامبرنت تكنولوجي عشان يؤدي نفس الوظيفة. تاني حاجة من ال LH انالوج اللي هو اليوتروبين. اليوتروبين ده صنعنا الهيومن LH بطريقة الريكامبرنت تكنولوجي اللي عملنا بيها FSH قبل كده. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اند اتس انالوجز. الهرمون ده هو عبارة عن الهرمون اللي بتفرزه الهايبوثالاموس عشان تعمل لنا ستيميليشن الانتير بيتوتري انها تفرز ال FSH وال LH. طيب الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بيشتغل بطريقتين. الطريقة اللي بتشتغل بيها الهايبوثالاموس ان هو بيخرج بيحصل له سكريشن بطريقة بارسيتايل، يعني بيخرج في شكل نبضات، يعني كمياته مش ثابتة طول الوقت في الدم. لقينا ان الطريقة دي هي اللي بتعمل استيميليشن الانتيرن بتوتري انها تطلع لنا الجونادوتروبين اللي هو ال FSH وال LH،
يبقى البلستايل ريليز هيزود لنا كمية ال FSH وال LH في الدم. في طريقة تانية ودي بنعملها عن طريق الأدوية، ان احنا بنديه بشكل كونتينوس. احنا الأدوية مش لازم نديها بلستايل، مش لازم نديها كونتينوس، ممكن نديها بلستايل على حسب الغرض اللي احنا عاوزين. لكن لقينا ان احنا لما بندي ال FSH الجونادوتروبين ريليزنج هرمون في شكل كونتينوس بيعمل انهبيشن للانتيرو بيتوتري، بيمنع الانتيرو بيتوتري انها تطلع لنا الجونادوتروبينز اللي هي ال FSH وال LH. يبقى الكونتينوس دوزنج بيحافظ على مستوى واحد للجونادوتروبين ريليزنج هرمون في الدم، فبالتالي هينقص لنا كمية ال FSH وال LH اللي موجودين في الدم. اول دوز استخدمناه كان اسمه الليبرولايد، من اوائل الادوية ومش اول دواء استخدم. عملناه بشكل سينثيتيك ليه؟ لان لقينا ان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بيفضل في الدم لمدة دقائق، لذلك الليبرولايد كان بيتميز انه ليه لونج اكتنج افكت، بيشتغل لمدة ساعات في الدم، حوالي 3 ساعات. زي ما عرفنا ان الجونادوتروبين ريليزنج هرمون لو اتاخد في شكل كونتينوس هيعمل سبريشن او يعمل انهيبيشن او يمنع افراز الاندوجينوس جونادوتروبين، يعني هيقلل مستوى ال FSH وال LH في الدم. امتى بحتاج العملية دي؟ بحتاجها في الفيميلز اللي عندهم انفيرتيليتي وعاوز اعمل لهم اندكشن للاوفوليشن، عن طريق ان انا بديهم الجونادوتروبين كونتينوس. ليه؟ عشان يوقف الهرمونز اللي طالعة من الجسم وانا اتحكم في الاوفيليشن في معاده وفي توقيته بالظبط عن طريق الاكسوجينوس جونادوتروبين. تاني حاجة ان انا بستخدمه في حالات جينيكولوجيكال ديس اوردر، مشاكل زي الاندومتريوزز، وجود التشو بتاع الاندومتريوم في اي مكان تاني في الجسم غير المكان بتاعه الطبيعي اللي هو اليوترس، وبالتالي هيعمل لنا مشاكل مع المنستروال سايكل. الفيميل بيحصل له شيلينج، فالفيميل بتعاني من اعراض البين، الالم مستمر في البطن في وقت المنستروشن نتيجة الانتومتريوزز، او بيحصل بليدنج منه في المكان اللي هو موجود فيه في اي حتة في الجسم. تالت حاجة بيستخدمه في علاج البريكوشس بيوبرتي، يعني البلوغ المبكر في الاطفال. فطبيعي لو في بلوغ مبكر يبقى في هرمونات زيادة من في الجسم في شكل ال FSH وال LH والاستروجين والبروجستيرون والاندروجين، فبمنعها بالعلاج ده. اخر حاجة في علاج الادفانسد بروستاتيك كانسر، لانها البروستات بتبقى معتمدة على الهرمونز، البروستاتيك كانسر بيبقى معتمد على هرمونز في النمو. لو وقفت الاندوجينوس هرمونز هيوقف الاندروجين ستيميليشن للبروستات، وبالتالي هنقلل النمو بتاع البروستاتيك كانسر. المشاكل اللي ممكن يسببها استخدام الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست بشكل كونتينوس عشان نوقف او نقلل كمية ال FSH وال LH في الجسم. اول حاجة لما استخدمه لمدة طويلة هيبدأ يظهر على الجميل اعراض المينوبوز، يعني اعراض اللي مفيش السكس هرمونز في الفيميل. تاني حاجة ان في الميل برضو هيظهر عليه اعراض نقص الاندروجينز زي الجينيكوماستيا، تضخم في البريست، ديكريز ليبيدو، وبيعاني من الانيميا. تالت حاجة ان هنلاقي في مشكلة خاصة بموضوع ان هو جونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست، ان في البداية الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اجونست بيشتغل كاجونست، وبالتالي هيشغل الريسبتورز بتاعة الانتيرو بيتوتري ويطلع لنا كميات من ال FSH وال LH. ده بيستمر لفترة صغيرة، بعد كده بيشتغل كانتاجونست ويقلل ال FSH وال LH، وده بيعمل لنا مشكلة في حالة البروستاتيك كانسر وفي حالة بريكوشس بيوبرتي، بيزود الاعراض. اخر حاجة ان هو استخدامه لمدة طويلة اكتر من 6 شهور بيعمل لنا اوستيوبروزز او هشاشة في العظام. الجونادوتروبين ريليزنج هرمون انتاجونست الجنيري ليه؟ من اسمه انتاجونست يعني هو وظيفته ان يقفل الريسبتور بتاعة الجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي موجودة على الانتيرو بيتوتري،
وبالتالي وظيفته انه يقلل الاندوجينوس نابتروبين برودكشن، بيقلل الاف اس اتش والال اتش، وبالتالي بيقل الميل والفيميل سكس هرمونز. بيشتغل بطريقه كومبتيتيف يعني تنافسيه مع الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. مشاكله هي نفس مشاكل الكونتينوس جونادوتروبين ريليزنج هرمون اجنس مع بعض الاستثناءات. ايه هي مزايا استخدام الجونادوتروبين ريليزنج هرمون انتاجونست عن الكونتينوس اجنست؟ الميزه الاولى اللي لسه قايلينها انه بيفضل اكتر في حالات الادفانس بروستاتيك كانسر، انه ما بيعملش زياده في الاعراض في بدايه العلاج. تاني حاجه ان الانتاجونست ما بيسببش اوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم، زي ما احنا شايفين في الصوره ان في الناتشورال سايكل بيحصل ستيميليشن لفوليكل واحده ينتج عنها اوفم واحده او بويضه واحده في كل شهر، لكن في الكنترول ستيميليشن اللي باستخدام الانتاجونست بيحصل ستيميليشن للاوفري لعدد كبير من الفوليكل. لما بنستخدم الجونادوتروبين ريسبتور اجونست بيبقى الستيميليشن للاوفري اكتر بكتير جدا، وبتستهلك عدد كبير جدا من الفوليكلز اللي بتتكون في كل مره، وده بنسميه حاله من الاوفاريان هايبر ستيميليشن سيندروم، وليها اعراض كتير في الجسم اكتر منها بتعمل ستيميليشن استهلاك لعدد كبير من الاوفم في كل مره، لان العدد بتاع الاوفم في الاوفري محدود، يعني من ساعه الولاده لحد المينوبوز بيكون عدد معين، فلو حصل اوفاريان هايبر ستيميليشن ده بيعتبر من العيوب من عيوب الادويه في حاله الاوفري اندكشن اوف اوفيليشن. دلوقتي هنتكلم عن البرولاكتين انتاجونست. ايه هي الادويه اللي بتشتغل على هرمون البرولاكتين اللي هو مسؤول عن اللاكتيشن؟ زي ما احنا عارفين البرولاكتين موجود في الميل وفي الفيميل. زياده البرولاكتين بتعمل لنا اعراض بنسميها امينوريا جالاكتوريا سندروم او انفيرتيليتي جالاكتوريا سندروم. يعني ايه؟ يعني لو في الفيميل حصل فيها زياده كبيره من افراز البرولاكتين، زي في حاله مثلا ادينوما، يعني في ورم في الخلايا اللي مصنعه للبرولاكتين في الانتير بيتويتري، هنلاقي الاعراض ان الفيميل هيحصل لها انفيرتيليتي وهيحصل اضطرابات في المنسترال سايكل، بالاضافه ان يحصل جلاكتوريا، يعني البريست هيبقى هيتملي بالملك في حاله سواء كانت في حاله غير في حالات الرضاعه، يعني وضع غير طبيعي. في الامينوريا جلاكتوريا سيندروم دي بتظهر في الفيميل، في المقابل الميل برضو هيكون بيعاني من انفيرتيليتي اند جلاكتوريا نفس الاعراض. عندنا البرولاكتين سيكريتنج ادينوماز بتتميز ان ليها القدره على الاستجابه للدوبامين. الدوبامين عندنا زي ما قلنا ان ده بيفرز من الهايبوثالاموس ومسؤول عن التحكم في كميه البرولاكتين اللي او بينقص كميه البرولاكتين اللي بتفرز من الانتير بيتويتري. في حاله وجود ادينوما بتكون الادينوما ما زالت بتستجيب للدوبامين، يعني انا لو اديت لو عيان او عيانة عندهم تيومر في الانتير بيتوتري وعمال يطلع كميات كبيرة من البرولاكتين، لو اديت الدوبامين هتستجيب الانتير بيتوتري بانها تقلل افراز البرولاكتين زي الخلايا الطبيعية بتاعت الانتير بيتوتري. هنتكلم دلوقتي عن الادوية اللي بتنقص كمية البرولاكتين في الدم. زي ما احنا عارفين ان الدوبامين اللي بيفرز عن طريق الهايبوثالاموس بيكون مسؤول عن ان هو يعمل انهيبيشن للبرولاكتين سيكريشن من الانتير بيتويتري، فقدرنا نستغل النقطه دي ان احنا نصنع ادويه تشتغل كدي 2 ريسبتور اجونست. ادويه تشغل الدي 2 ريسبتور موجوده في الانتير بيتويتري، من امثلتها البروموكريتين والبرجوليت. الادويه دي are effective in reducing serum prolactin، بتروح تشتغل على ال D2 receptor وتعمل لها stimulation كأجونست، وبالتالي هتنقص لنا كمية البرولاكتين في الدم.
وبالتالي هنعالج اعراض لما يقل البرولاكتين، هنعالج اعراض الانفرتيليتي والجلاكتورية والاعراض التانية المصاحبة للهايبر برولاكتينيا. لقينا ان استخدام هاي دوز من الدوبامين كان ليه استخدامات تانية عن طريق ان احنا استغلناه في علاج، لقينا ان ليه تأثير في علاج الاكروميجن. يعني في حالة لو الانتير بتويتري بتطلع كميات كبيرة من جروس هرمون، نقدر نستخدم معاهم الديتو ريسبتور كمان، ديتو ريسبتور اجونس. فلقينا ان الانتير بتويتري بتستجيب وبيقل كمية الجروس هرمون اللي بيخرج منها، وبالتالي بتتحسن اعراض الاكروميجن. لكن دي كانت لحد ما مرتبطة بالبرولاكتين. يعني لو الانتير بتويتري بتطلع كميات كبيرة من البرولاكتين بالاضافة للجروس هرمون، هنلاقي ان الاستجابة هتكون اعلى للديتو ريسبتور اجنس لما يقلل الهرمونين مع بعض. طيب ايه التوكسيستي والكونترا انديكيشنز؟ هنلاقي ان زيادة كمية الديتو ريسبتور اجنس زي البروموكريتين في الجسم بيعمل لنا نزية، بيعمل لنا هيديك، بيعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن. ايه تفسيرها؟ ان احنا نفتكر زمان كنا خدنا ان دي الدوبامينرجيك ريسبتور موجودة في بعض البلاد فيسلز زي الرينال والميزنتريك، كان وظيفتها فيهم انها بتعمل لنا فازو دايلاتيشن للرينال والميزنتريك بلاد فيسل. يبقى انا لو استخدمت بروموكريتين كدي 2 ريسبتور اجنست، ممكن في الكميات الكبيره يقدر يشغل الدي 1 ريسبتور اللي موجوده في البلاد فيسلز ويعمل لنا فازو دايلاتيشن وهايبوتنشن ويقلل الضغط. وكمان الدي ريسبتور او الدوبامينرجيك ريسبتور موجوده في السي ان اس، وكانت مسؤوله عن تظبيط المود، لذلك ليها لما استخدام الدي 2 ريسبتور اجونست بيظهر لها اعراض سايكاتريك مانيفيستيشن. بكده انتهت المحاضره، الجزء ده من المحاضره. متشكره جدا لكم.